السلام عليكم ورحمة الله حبيبات، كيف تمام؟ زينين لاباس عليكم؟ كنتمناكم يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا من جديد، ان شاء الله غادي نصوركم من جديد الليدل بخصوص الاخوات اللي وصوني لها في التعليق على الملابس ديال العيال، ابتداء من 6 شهور، ابتداء من 3 شهور، مهم يعني ملي يكونوا صغيرين بيبي، فجابوهم اليوم يعني ابتداء حسب من 3 شهور الا حتى ديك 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. فالحويجات مزيونين جابوهم، وقلت علاش ما نصورش واخا كان عندي الشغل بزاف 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 على البنات. من بعد ان شاء الله نقول لكم شنو هو هذا الشغل. مهم هادو التيسا مزيونين البنات، غير بغيت المرحله كون صورتكم غير بالزربه، مزيونين هادو لي بسكوي ورخاصين، فيهم 3 يعني، واخا تشوفو الطاس واحد ولكن فيها 3، فيها كبيرة متوسطة وصغيرة. المهم هادو السلعة بقيت مرة أخرى، خلينا منها نصوركم الجديد اللي جابو هاد السيمانة هادي. أول حاجة جابو هاد التقيشرات هادو مزيونين، كاين هاد كاميسيتات كيجيو جوج خنطوس مع بعضياتهم، وحدة نصكم وحدة عندكم يعني طويل. يعني جابوا الطيات جميع يعني الاعمار، كيعملوا 5 اورو. تبارك الله جابوا بزاف يعني سلعه موجوده كما كتشوفوا. تبارك الله انا ما جيتها في الصباح يعني جيت في العشيه، ومع ذلك يعني يعني سلعه تبارك الله موجوده، ماشي بحال اللي يكونوا كيجيبوا السلعه يعني غير شويه من كطير، ولكن مع مارس كيجيبوا السلعه بزاف يعني كتبقى بزاف. كما كتشوفوا هي الشنطه مزيونين، فيهم جوج ديال الالوان وجوج ديال الشكيلات. كما كتشوفوا ابتداء من عام الى حتى من 6 سنين. كاين الشكل الثاني هذا التسريول مزيون كذلك حتى هو، فهاداك هادو غير نزلوهم هنايا غادي نشوفوهم ليهن. دابا انا هي السراول، هذا عامين 4 سنين. المهم جابوهم ابتداء من عام. اما بالنسبه للملابس ديال العيال الصغار غادي نشوفوهم كذلك حتى هما اللي قلت لكم اللي موصيني عليهم غالبا ديال الاخوات. السودة ديرة كتعمل 6 الأورو كيما شفتو معايا، والسراول كيعملو 5 الأورو، يعني كدي تشاندال كامل كيتقاملك 11 الأورو. صراحة مزيونين بزاف رخاصين، وتما كتعرفو الجودة ديالهم لا مهدركم عليها. هنايا كاينة كذلك يعني هاد الخراصة مزيونين ديال خفافين كيما كتشوفو ديال البنوتات، عندهم هاد اللعيبة من هنايا بحال الريضة، اليدين ديالهم مجموعين، العنيق ديالهم كذلك حتى هو مجموع يعني مزيونين. وكاينه الثانيه اللي فيها هاد موزونات من هنايا مزيونه حتى هي في بلو ماري، وكيعملوا 7 الاورو. يعني كاين هادو سخونين، هادو عندها بزاف ما يساكوس كنديو ناعم ليدل، كرتي تبينو كيسخنوا يعني كلام لاغي كاميسيتا من تحت، وكلام لاغي وحده راه كتسخن ولا هذيك البلعه ديال الملابس. واهم حاجه انه كي كتكون الايام ديال البرد كيخرجوا من لابوراتوار، كيخرجوا ناشفين تقريبا، يا يابسين عي كترى فيهم شويه ديال الهواء كيبسو بنوع ديال الثوب. وهادو ديال الدراري كذلك فيهم هاد الضب من هنايا كيعملو 6 الأورو. ولد بنيس فيهم قب ياخر كيكونو مفيهمش القب، وهادو فيهم القب في الكري.
هذا 4 سنين. المهم فيهم الطيات، كتاخد الطيات اللي بغيتي. وكذلك هنايا كساوي مزيان، هاد الكساوي بزاف البنات كيجيو مع مدية فنين، خديت منه من عند بنتي. كاين هاد الشكل الاولاني، خديت له في الكريانه حيت كنت مرحله، خديت له في هذا اللون. شفتو ديت له هادي مزيونه، هادي مع جايبين حتى مديات يعني في كيواتي، وهاد اللبيسات انا نصوركم مديات كذلك حتى هما مزيونين. كيعملوا 7 الاورو، هي كاينه كذلك كميسيتات يدوم طوالين، كيعملوا 4 الاورو. هذا بالنسبه للدراري البنات. ومن هي كاينه مديات حتى هما، ديت بنتي ديت له واحد جوج مزيانين سخونين البنات. كاين هذا الكولور هذا، وكاين بلو مريان. يعني جابوا تما كتعرفوا كيجيبوا نفس الالوان اللي كيدخلوا الملابس باش كيتواتاو مع بعضهم، كيعملوا 3 الاورو. وكذلك هنايا السراول ديال باكيروس، هنايا كاين هاد الشكيلات هادو مزيونين، كيعجبوني اللي عندهم رجيلات من تحت مجدودين. كاينه في الكولور الكحل، كاينه في الكولور هذا، وعندهم الخيوط باش حتى الا جاوهم شويش واسعين من النص كتشدهم من الخيوط ديالهم فوق. وديت واحد مني في هاد الشكل هذا الكحل، عجبو هذا. اوكي عملو 8 الاورو باكيرو. وانا هي كاين هاد الجاكيتات هادو سخونين بزاف بزاف بزاف، يعني حسب فحال الكاسادورا، يعني كتلبسها غير هي سخونه بزاف كما كتشوفوا، غليطه من داخل بطنه. كيعملوا 10 الاورو هادو، ومداخلين تقاشر سخونين بزاف. انا من نوع الناس اللي رجلي كيف الايام دبرت ما نقدرش نبقى بلا تقشر، كيحكي بردولي واحد الدرجه ماشي درجه ماشي عاديه، يدي كتجيو مسخونين طيبين ورجلي باردين بزاف، حتى كيبقى يحرقني العطام من رجلي ما عرفتش علاش. المهم سبحان الله ضروري كان ما تقشر وبانطوفه. فجابو تقشيرات مزيانين سخونين الثمن ديالهم شفتو معايا. كاين هنا كساويات تاليين عاود، ولكن هادو الصوف يا اخرين كانوا الخيط، وهادو دو الصوف، يعني هادو سخونين كتر دو الصوف، الصوف ديالهم مرطيطة بزاف. كاين الشكل الثاني اللي هو هذا، تبارك الله دخلوا السلعة بزاف هاد السيمانة، وانا قلتكم السلعة موجودة. صافو شي ما تلحقوا شي الحوايج بحال كتقولوا مشينا ما لقينا والو. كتكون السلعه كتكون كيجيبوا السلعه شويه، ماشي شي سلعه اللي بزاف، وكيكون الناس كي يعني كيتسالى كلشي. مي دابا تبارك الله السلعه موجوده. كاين هادو ديال كذلك بنت سخونين بزاف كما شفتو معايا، وكذلك كاينه كميسيتات هادو كيعملو 10 الاورو البنات. خلاص انا غادي نصوركم الثمن ديالهم. بوديس ديال البنوتة حتى هما كيما شفتو معايا، هما فيهم 3 ديال اللوينات وشكيلات، كيعملو 4 الاورو. هادو فيهم جوج كولوريس بيض وبلو ماريش،
والثمن ديالهم كيعمل 10 اورو. وهادو بالنسبة للأخوات اللي كيردعو سهلين الصراحة، كيسهلو. انتم عارفين الأخوات ديال الرطاعة، لا ما كتبقى لا تطلع ولا تهبط، غير كتزول لحد السميطة من تحت، كيجيو سهلين في الرطاعة. فيهم جوج كولوريت، الأسود وفيهم هاد كري، ونايمة لاباس الداخلية. كيعملو 10 اورو البنات، الثمن ديالهم زايد ولكن مزيانين. هنا كاين عاد مونطوس ولا قبابط ديال الاخوات اللي حملات، ديال خاصه بالحوامل كما شفتوا معايا، كيكونوا عندهم جوج ديال السريس من القدام، كيعملوا 30 اورو. يعني بحال الشكل ديال الصبانات القاقين، كيجيو 3 فيهم معروفين، هادو كيعملو 8 الاورو. وكاين هنايا تشوبيتاس جوج، مزيونين حليلوين. كيعملو 4 الاورو البنات. وهنايا هادو ديال العيال صغارين اللي كنعملهم، كاين اللي كيتعلقو في كوتشي في كونا، كيعملو 6 الاورو. ودابا وصلنا لبامبينوس، بامبينوس تيتوين على صغيورين كما كتشوفوا، هادو بيجامات مزيونين بزاف، هادو ابتداء من عام الى حتى عامين. نقلتكم كاينه صغيورين في حد دابا 6 شهور، 12 من 12 شهر يعني من 6 شهور لعام، هادو من عامين، هادو من شهرين 6 شهور كذلك، دوس ميسيس الى حتى 6 ميسيس. وهادو كذلك مهم فيهم طيات، انا قلتكم من شهرين 3 شهور، كيعملوا 5 الاورو هاد البيجامات مزيونين. وهنايا كذلك كاينه خريسيات ديال العيال ستيتوين، كاينه هاد الكولور هذا، كاينه ابيض، كاين هادوك فيهم جوج، يعني دوك الشكلات اللونين جوج بيهم فيهم القبو، هذا الشكل ما فيهش القبو، والثاني هو هذا، مزيونين سخونين بزاف. هادو مزيونين د الخروج، مزيونين د العيال، كيعملو 8 الاورو. هاني كاينين هادو كيعملو 10 الاورو البنات، خايدي مخدة وصابانة ديالهم ولا فوندا. كاين 10 الاورو. كاينه هادي مزيونه اللي كنعملو فيها البيبي صغير، كيبقى يلعب فيها كتمدها في الارض، مزيونه كتحتاج كتلهيهم بزاف. انا كنا ولادي صغارين كانت عندي واحده بحال هاد الشكل، كاين 20 الاورو. كاينه هاد اللعيبه هادي ولا مهم، كتركب فيها بامبينو ديالك كتلعب فيها، مزيونين هادشي اللي جابو اليوم. وكذلك كاين هاد الفراشة هادي اللي كتفرش كذلك في الزربية باش كيبقى البيبي ديالك يلعب، كيعملو تا هما 20 الاورو. وهنا كيما كتشوفو داك كصدروس ياخرين زعما عاملين فيهم، تقدر تخشيتا بامبينو ديالك لداخل الا كان برد بغيتي تخرج. تخلي له الرويس ديالو كيبان، ها هو فين هو، خصوصا الا كانت عندك داك الصمتة الظهر. المهم جينا يعني المكان التاني، كذلك كاين الصراول حتى هما هادو صغارين، هادو ماشي الشكل اللي وريتكم قبيلات، هادو شكل ياخرين يعني، ولكن د العيال صغارين، كيعملو 5 الاورو. الثوب ديالهم يعني د القطن خفيف مزيون. ودابا وصلنا بيجامات ديال البنوتات، كذلك هما فنين كذلك، حتى هما بحال اللي شفنا ديال الذكوره ولا الدهاري. كذلك كاين البنيتات شحال فنين كيحمقو، حوايج ديال ستيتوين ديما كيكونوا حلوين وسخون. دبرت من داك السروال، دابا جبرت هاد البيجاما مفتوحه، السروال ديالها سخون من داخل، من داك النوع اللي كيكون مبطن. حتى هما ابتداء من شهرين الى حتى بحال شفتو معايا من 3 سنين، من عامين 3 سنين، كيعملو 5 الاورو. ما عرفتش واش الى حد 3 سنين ولا حد عامين.
وكاين انا كذلك السراول كما شفتو معايا ابتداء 6 شهور كنظن او 3 شهور الى حتى العامين كذلك. كما كتشوفوا انا بدي يبدا من تحت مزيان ملي كيجيو عندنا التسريولات اون فوق كيجيو انا بدي يبدا هذا شفتو معايا من عام الى تنعامين كاين شفتهم صغيرين بزاف. بالنسبه للاخت اللي سولتني على هذا واش فيها ثلاثه، فيها ثلاثه كما شفتو معايا كتشوف معايا اللي كنت كتشوف فيديو فيها الاولى الثانيه والثالثه وكانت 28 الاورو اللي كنت سولتيني ليها فيديو اللي فات وجابوني هاد الجبدات اكسسوارات بنوتات خليولات بوندوس كلشي كيعمل غير 99 سنتيم. كنظن البنات صافي صورتكم كلشي كنتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو واخا انا مشغوله بزاف 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 هاد الايامات ومعك مع ذلك ما بغيتش ننساكم قص ضروري نمشي خصوصا الاخوات بصوم موصيني على الملابس ديالي هاد الصغار. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم تستنوا شي تشجيع ديالكم الدعاء ديالكم. مع السلامه.